مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. فاجأت بطلة الجيد كوثر أعلال أختها بحفلة عيد ميلادها، وقد نقلت لنا ردة فعل أختها في هذا المقطع. خير كنتي دايرتها في راسك؟ قولي والله والو جاي مقاطو وباش أبوكم والله ما ملي راهم معانا والله ما على بالنا. أحلى خط في العالم وأحلى خط في العالم وأحلى خط في العالم ميرسي مامو. نحب يكون عبر على شعري صح. بعد كيف جيت في أمان الله جاية نورمال ني ماكياج ني لبسة مدودة كاع هربولة اختي شابة وزينة زينة نوريهم حاجة برضه بليغة حشاكم وحشا قدوركم والله كوال بريطانيا سنوية عندي كتير ضربة خلاص هدية هيا أنا قاعدة بعد تكسرت واحد لاكسون قدامنا جيت أنا وقعدت ناكل معاهم كلاو بعد جات شيلة شيلة عندي عامين ما شتاش يا عمري جيتي تخو كونتون دو لا روفوار هيا من بعد تكون باغلي ديسكوتي ماشي هكذا هكذا بعد حتى نشوف صفوان جاي بالبابا صفوان وانا ما كنتش على بالي بلي صفوان راح يدير والله ايه جاي صفوان والكاطو وانا ديجا كي كنت نمشي في موبيل حقا نزيد باش نقول لك كي كنت جايزه على لا باتيسري ليها لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.